فيديو عندك في الذاكره، الذاكره عنده مليانه. والله العظيم قلت الذاكره عندي تمام، لا مليانه، ده مش هتكون مليانه حاجات ماشي، بس حاجات بسيطه. ما انا عندي كده وعندك، يعني ذاكرت التليفون، انا ذاكرت الهاتف، ما علينا. انا حسبت لك دوت، طيب طقم لوحدي زي ما انا عملتها بالظبط، ب 10000 جنيه معايا، ده رحيل الفلوس هنا، هو ب 1000 جنيه في المصور، وفي زوايا كتير طبعا، هنا ب 1000 جنيه بس، المصور والاخرام والدرجات بتاعتي، تمام؟ عامل 3 15، 3 15 بالظبط بالرسم. انا هاخد بس الراي ده براحتك، وهقول لك ان شاء الله. انت مش رفعت المقاس خالص؟ رفعت المقاس ورسمت. تمام شويه هنا في العمق ده، ولا عندي كرش؟ مش حاسس بالكرش، عندي كرش. كرش هو بلاستيك. اه ده لازم يعني صراحه. خلاص بقى مش حاسس. ماشي. البتاع ده السيراميكا المترقعه بتتعمل بايه؟ رأيك التنبيه ديت؟ Thank you.